صدر عن معهد البحرين للتنمية السياسية كتاب جديد للباحثة الدكتورة لطيفة الذوادي بعنوان النظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين، ويتضمن دراسة مقارنة للنظام الدستوري البحريني مع النظام الدستوري الكويتي والنظام الدستوري المصري، فضلا عن مقارنته بالنظام الدستوري الفرنسي. وتأتي أهمية هذا الكتاب بكونه يضع تصوراً إجمالياً للنظام القانوني لإعادة النظر في مشروعات القوانين، وذلك من خلال بيان أحكامه والإجراءات السابقة والتمهيدية لممارسته وإجراءات إعادة النظر في مشروعات القوانين وبيان آثاره عليهم.